هذه الجامعه اللي تتعنى ب الفعل الرياضي داخل الوسط الطلابي بالمغرب. وهذه السنه هذه تميزات ب معطيين اساسيين. المعطى الاول هو انه المغرب من خلال الجامعه الملكيه للرياضه الجامعيه رجع لحظيره الاتحاد الافريقي للرياضه الجامعيه. وبهذا الرجوع هذا خدا تنظيم ديال البطوله الافريقيه للعدو الريفي الجامعي اللي تتحضر مراكش هذا الاسبوع. المعطى الثاني هو انه الجامعه الملكيه دائما للرياضه الجامعيه خدات شرف تنظيم بطوله العالم للعدو الريفي الجامعي اللي غادي تنظم ايضا بمراكش خلال شهر مارس المقبل سنه 2020. وبالتالي هذ الحدثين تيجيو في اتجاه اولا تشجيع ممارسه الرياضه داخل الوسط الجامعي على مستوى الكمي في اتجاه خلق منتخب او ما نسميه باختيار الزبده مع ما 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 اجود العناصر التي يمكنها ان تغذي الرياضه المغربيه الاحترافيه. فهذا الملتقى اللي كاين في مراكش بالنسبه للبطوله الافريقيه للعدو الريفي الجامعي اللي غتشارك معنا لحد الساعه كاين 10 ديال الدول الافريقيه اضافه للمغرب وفي حدود 61 مشارك رياضي اضافه ل 41 اطر تقنيه ورياضيه واداريه. بالنسبة للتاريخ اختارينا 9 نوفمبر لأنه جاء في الأسبوع ديال ذكرى المسيرة الخضراء بدلالته مع العمق الإفريقي بتوجه المغرب كدولة رائدة وتدفع نحو اللحمة الإفريقية. ومراكش، علاش مراكش؟ لأن مدينة على مستوى البنية التحتية توفر على جميع المقومات، ومدينة تمكن من إعطاء صورة جد مشرفة للمغرب. الدول التي أعلنت وأكدت المشاركة نتاعها توصلنا ب 16 دولة التي أرسلت جميع الوثائق المتعلقة بطلبتها المشاركين. الدول التي وصلت إلى المغرب لحدود اليوم عدد 10 دول إضافة إلى المغرب. ما زلنا في انتظار بعض الدول التي لم نتأكد بعد من وصولها. العدو الريفي إجمالاً يتكون من فريق ذكوري وفريق نسائي. عدد الطلبة المسموح به قانوناً يجب أن يتعدى 6 عناصر إما بالذكور أو الإناث. يعني المنتخب المغربي يتكون من 12 عداء، 6 ذكور و6 إناث.